أغلبية منكم غتكونوا شفتوا الفيديو الرائج على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص في الإعلام الجزائري بخصوص الملك محمد السادس اللي كيتهموه أنه كان في حالة غير طبيعية. والحقيقة أن الملك التافت باش يرد السلام على بعض الأشخاص وفقد التوازن ديالو استند على الحارس. مهم نشوفوا رد المغاربة بخصوص هذا الموضوع. السلام عليكم. يمكن لإشاعة حول صاحب الجلالة نصره الله أن تضلل الرأي العام في الجزائر فقط، وأن تلعب دورها كأداة سخيفة تدفع لطرح أسئلة غبية حول وقائع تحلل بطرق غير سليمة ولا عملية. لكن الأمر في المغرب يصبح عيدا، لأنني شخصيا وكثيرون معي نبتهج عندما نرى ردود الأفعال في هذا الوطن الحبيب، من شماله لأقصى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. نفرح عندما نتأكد بعد كل إشاعة مغرضة أو هجوم إلكتروني حقير أن الملك نصره الله يستمد قوته من شعبه حفظه الله بعد الله تبارك وتعالى، وأن الشعب المغربي يستمد قوته من صاحب الجلالة بعد الله سبحانه وتعالى. ثورة الملك والشعب في المملكة ليست فقط عيدا وطنيا أو ذكرى، بل هي واقع نعيشه كل يوم، نواجه من خلاله نواقص هذا البلد بكل شجاعة، ونحافظ من خلاله على ما تحقق بكل بسالة. وكثيرة هي التحديات التي تنتظرنا والتي لن نطوعها إلا ونحن يد واحدة. ومهما بلغت درجات اختلافنا، فنحن متفقون ضمنيا أن الازدهار والرقي والوصول لبر الأمان له كلمتا سر فقط: ملك وشعب. ملك همام وشعب أبي. وأحباؤنا في الجزائر كثر، ونحن نبادلهم نفس الشعور السامي. هم يعرفون أن تبون لا يستمد قوته من الشعب بل من الجيش، وأن الشعب لا يستمد قوته من تبون بل من ماضيه التريد حين قاوم لطرد المستعمر الذي يزور حكامه اليوم وساعده في الحصول على الاستقلال المغاربة بكل حب. والتاريخ لا يكذب، التوقيت الذي تم اختياره لهجوم بغيض أتى بعد أن أكد صاحب الجلالة أن المواقف الرمادية لا تعني شيئا للمغرب، ورغم أن اليد الممدودة للملك اعتبرها ضعاف العقول ممن راسلوني تراجعا أو تنازلا، إلا أنها تبقى رمزا للسمو والحكمة والرقي الذي لا يفهمه الأغبياء. والسلام. ما بغوش يحشمو، لا بالله، قبل العيد الكبير، قبل عيد الأضحى، الملك ديالكم مات، الملك مات، يا ودي بلاتي مالكم، مات، السيد راه مريض مشى لفرنسا يتعالج، مات ودارو داكشي سري، ما بغوش يعلنوها، كاين صراعات داخل القصر، شكون يحكم، شكون ما يحكم، يا ودي بلاتي، خدموا العقل. لا هما كيتشفاو فرحانين الي غلمط ليا بنادم غلط ليا شعيبه جلاله الملك سا ماجستير راه مريض صاحبي راه دار عمليه ولا جوج عمليات سي تو طافي نورمال المشيه ديالو ما غاديش تكون مريقله راه عنده فيديو اخر خرج واحد الفيديو اخر انا غادي نحطو في التعليق باش تشوفوه هذاك الفيديو حتى هو كيبان فيه بانه في سوبر مارشي ولا في واحد المكان عمومي مع الزوجه نتاعو من موراه غادي وكيمشي بصعوبه وكيمشي هكذا مائل في مكان عمومي وفي وقت طبيعي جدا ها اتوفيق اتوفيق قال لك سيدي هز القرعه واش قرعه د الماء راه السيد مريض صاحبو حتى الا ما كانش مريض كلنا كنخرجوا كننزلوا قرعه د الماء باش نشربوا الماء ولا لا ثم غاب عمي واش كاين شي فيديو كتخرج فيه 4 سكوند اموال العقل يعني مقطع في داك الفتره هذيك بالضبط اللي باغيينها لانه مستحيل بنادم في الطوموبيل يصور فيديو ويزومي في الفيديو لمده 4 سكوند ويحبس ثم غامول العقل كنهضر مع خي توفيق واخرين اللي بعقلهم هذاك اللي جاي منعو من التصوير لو كان فعلا الامر فيه شبهه كان غادي يخلي له التليفون ها كان غادي يخلي له التليفون شويه د اللوجيك الله يجازيكم بخير ثم غا صاحبي يا صاحبي هو هي هي 16 16 واش لهالدرجه عندكم العقده نتاع الملك واش لهالدرجه راكم برمجين على انكم تفهموا الشعب نتاعكم بان المشكل نتاعهم هو الملك نتاع المغرب راه مصيبه يا صاحبي لكن هذا النيفو هذا والمسائل اللي عندها علاقه مع الحياه الشخصيه يعني لو كان كانت في امور سياسيه قرارات سياسيه ما عجبهمش واخا مزيان انتقد
شي حاجه عندها علاقه مع المؤسسه الملكيه في اشتغالها على مستوى المصالح نتاع البلاد والوطن، تنتقدها لانها تتضارب مع المصلحه نتاع الجزائر ونتاع الشعب ديالك ولا الوطن ديالك، انتقد صاحبي. اما نتوما الهكاويين البسطاء اللي مره تقولوا مات مره تقولوا لا راه فوتوكوبي ديالهم، لا تقولوا راه لا راه دار الماسك، لا مره راه سميتو مقنع، مره تقولوا وراه سكران، مره تقولوا وراه كذا، مره عيب صاحبي عيب. ما تنسوش تخليوا لنا الاراء ديالكم اسفل الفيديو في التعليقات.